تمام. طيب انا كده خلصت الكافيه لانيه بتاعي، وقلت ان هو انا النهارده هستخدمه. اللي بيحبه كبلاك اوكي، يحب يحط عليه شويه لبن دافئ حلو قوي. بناخده فين في رمضان يا دكتوره؟ بعد الفطار بتاعنا بساعه ساعتين. الناس اللي مش صايمه رمضان ممكن ياخدوه اي وقت على مدار اليوم، مش بيسهر لان القهوه اللي فيه قهوه خضراء غير محمصه منزوعه الكافيين، فهو مش بيسهر. فيه شكوريا، فيه اكاسيا، فيه صمغ عربي، فيه جارسينيا، فحلو كمان جدا للسمنه الموضعيه. خلوني انزل الصفحه مره تانية للتواصل عشان المفاجاه اللي احنا قلناها مع بدايه الحلقه، وبعد كده هتكلم بقى على حاجه مهمه جدا للناس النحيفه، لان جالنا السؤال ده كتير قوي قوي. دي صفحتنا على الفيسبوك اسمها مع دكتور، دي صفحه مع دكتور شيري او دايت رايت دكتورز، وفيها فوق ال 300,000 متابع. وقلت في بدايه الحلقه ان اللي عايز يتواصل على الصفحه ديت بيبعت، لو عايز يستفيد بالعرض هيلاقي كده في بوست محطوط في بدايه الصفحه، في زي استماره بنملاها، انت بتدوس بس على البوست دوت بيقول لك اسمك ايه، رقم تليفونك عشان نتواصل معاك، ومشكلتك ايه، بشره، شعر، سمنه، نحافه، سمنه موضعيه، بتعلم على مشكله 2 3 وتفر، وبتبعت بتعمل ضن او ارسال بيجي لنا احنا، بيبتدي الفريق الطبي يكلمك يتواصل معاك بيعرف مشكلتك. الميزه بقى او الحاجه اللي احنا عاملينها هدايا للناس اللي هي بتملى الدوكيومنت دي او الاستماره دي، ان هي بتاخد شحن مجاني في اي مكان في مصر، وكمان بيطلع لها هديه هي اللي بتختارها بس على المجموعه، يعني مش بتاخد منتج، بتاخد مجموعه، مثلا مجموعه الانقاذ السريع، المجموعه الفرنسيه، مجموعه النحافه هتكلم عليها دلوقتي حالا، بيجي لها هديه مجانيه. خلوني بقى اقول احنا حطينا الصفحه الثانيه صحه وجمال، نحطها دي صفحتنا الثانيه برضو اسمها صحه وجمال مع دكتور شيري، خلاص برضو فيها فوق لسه صفحه يعني 10,000 متابع، الصفحه الثانيه قديمه معانا، وبرضو بنحط عليها كل البوستات والفيديوهات وكل حاجه بتخص الحلقه، وهتلاقوا المقادير بعد الحلقه محطوطه كل حاجه. خليني بقى اتكلم في نقطه ثانيه بتهم ناس كتير قوي، خصوصا الاطفال الصغيرين والبنات الشباب، وبرضو رجاله بنلاقي بيعانوا من المشكله ديت، مشكله النحافه. احنا كدكاتره سمنه لما بتجيلي حاله في العياده سمنه علاجها اسهل من حاله النحافه. ليه؟ السمنه انا ببدا معاها على طول بالكورس الجلسات لو هي عندها سمنه موضعيه، بالدايت الرجيم اللي احنا بنديه، بالتعليمات، بنرشح لها حاجات من خلال الشركات الراعيه، منتج 2 3 ممكن حضرتك تتواصلي مع الفريق الطبي وتاخدي 1 2 3. بنلاقي كل اسبوع نزول على الميزان. بتوع النحافه دول اول زياره عندي لازم بكتب تحاليل. ليه؟ انا بقول لها دلوقتي انا مش عارفه انت عندك نحافه نتيجه وراثه من الاب والام، ولا حضرتك مثلا عندك ديدان وهي اللي بتاكل اكلك بالبلدي كده ومش بتتخني، ولا حضرتك عندك انيميا ونقص في الحديد ومخازن الحديد والكالسيوم قليل في جسمك وفيتامين د قليل في جسمك ومش عارفه تتخني، ولا حضرتك عندك الغده الدرقيه نشطه ومش عارفه تتخني. يبقى طبيا ميديكالي انا لازم اشخص الاول بمجموعه من التحاليل. وخليني اقول لكم برضو انا علشان المصاريف التحاليل بعمل ايه، بقول لها تعالي نجرب اول شهر بس بالنظام الغذائي وبالكورس اللي انت هتاخديه ونشوف ونقيم والوصفات. انا بعمل، انا بقول لها احنا بنشتغل بتوع النحافه دول ترياد، يعني ايه ترياد؟ يعني مثلث، مثلث في نظام غذائي هتلتزمي بيه على قد ما تقدري، في شويه وصفات طبيعيه، ودي ورقه كده بتجيلكوا بعد لما بيوصل لكم المنتج الفريق الطبي بيبعتها لكم، برده شويه وصفات طبيعيه بتساعد، يعني على الريق خدي عسل اسود مع بالسمسم، قبل ما تنامي كوبايه لبن دافيه على معلقه لبن باودر على معلقه عسل، وممكن كوبايه لبن بسكر بخميره، في شويه وصفات طبيعيه، وصفات دهانات كمان. ممكن ايه حضرتك ان انت يعني تكلمي الفريق الطبي لما بيوصلك المنتج بتبعت لك الورقه دي. طيب نرد على مريم ونرجع نكمل. طب تالت حاجة، طب عشان ما ننساش، المكملات الغذائية. يبقى النظام الغذائي، الوصفات الطبيعية والمكملات، وهي دي اللي هتكلم عليها بعد ما أقول ألو لمريم. ألو يا مريم. ألو، ازيك يا دكتور؟ أهلا بيكي حبيبتي. والله وحشتيني جدا، والله يعني مبسوطة جدا أنا سمعت صوتك. ربنا يخليكي حبيبتي. عندك سؤال؟ يا دكتور قولي حبيبتي. بتكلم، كان عندي مشكله في الشعر وكده، وتواصلت مع الفريق الطبي بصراحه، يعني المنتجات كويسه جدا جدا. كان عندي شعري قصير ما كانش بيطول، وكان عندي فراغات في الشعر. اخذتي المجموعه، اخذتي المجموعه المتكامله ولا اخذتي مجموعه الانبات؟ لا، اخذت المجموعه كلها كامله المتكامله، كويسه جدا. اللي هي العشر منتجات صح؟ قعدت معايا 3 شهور. 3 شهور صح، نتيجتها كويسه جدا جدا يعني. حلو،
طب خليني بس اقول لك ايه اللي وصل لك علشان الساده المشاهدين، وصل لك شامبو طبي وبلسم كونديشنر حمام كريم طبي، ووصل لك السيرم وامبولات الخلايا الجذعيه واللوسيون. الامبولات دي كويسه جدا. والبيوتين صح، كبسولات الفيتامين والكبسولات الفيتامين المتعدد البيوفيتال هير سكين اند نيل، ووصل لك كمان نقط فيتامين سي وواي بروتين وجل الصبار عشان الوصفه الطبيعيه صح؟ جدا على الهدايا اللي جات لي. البصي الاسبوع ده انا عامله عشان العيد قرب بقى، كل سنه طيبه ورمضان. لو طلبتيها وخلصت معاكي ليكي كمان هديتين، يعني هيجي لك 12 منتج يا مريم مش 10، يعني هي كانت 10 منتجات فعلا، المجموعه بقى فيها 12 منتج، فيها هديتين بتختاريهم انت. ومش هقول لك ممتازه، انا عندي واحده قالت لي كلمه مش هنساها، بتقول لي شعري بدا يتنفس، انا كنت حاسه ان شعري معجز يا دكتوره، بعد المجموعه حسيت ان شعري بدا يتنفس ويرجع شباب تاني، قالت لي كده بالنص. كملي حبيبتي سؤالك، انا سامعاكي. كان ضعيف جدا. كنت عايزه اسال دلوقتي على الجلسات، هو في دلوقتي عروض؟ حاضر، وهوريكي فيديو كمان شويه. في عروض برضو عاملين عشان رمضان والعيد، في 50% الحقيقه، لان ده عرض عاملينه عشان بدايه الصيف، كل الناس بقى من الحظر قعدت في البيت وتخنت والكلام ده، فاحنا عاملين 50% عروض وهدايا كمان. وبتعملي 6 حاجات، يعني بنعمل تجميد للخلايا الدهنيه وتفتيت بالكافيتيشن وشد ترهلات، وبنقوي العضله بجهازين، وبنعمل كمان لف تنحيفي وكريمات للحرق الموضعي. هتلاقي مجموعه حلوه قوي قوي، كلمي الفريق الطبي. بس انت الارقام دي بس هتقولي لهم انا عايزه الجلسات، هم اللي هيقعدوا يتصلوا بيكي، يعني دي ارقام المنتجات بس. بس حضرتك قولي لهم انا عايزه اتواصل مع المركز الطبي وعايزه اعمل جلسات تفتيت الدهون الموضعيه، هم هتلاقي بقى في ناس تانية او ارقام تانية بتكلمك، دي خاصه بالمركز الطبي ملهاش دعوه بالارقام دي. تمام. طيب نتكلم بقى على النحافة والناس بتوع النحافة اللي احنا سبناهم، ونقول بقى حاجات شوية حاجات مهمة. احنا قلنا اول حاجة الناس ديت ممكن من غير تحاليل بعد اول شهر لو لقيت استجابة خلاص احنا كده ماشيين زي الفل. طيب العلاج بتاعي او الاكل بتاعي للناس اللي عندها نحافة لازم يحتوي على عنصرين، عنصر اسمه النشويات المركبة وده اللي هتكلم عليه دلوقتي، وعنصر تاني اسمه البروتينات. يعني عشان ابني جسمي لازم ابني جسمي بطريقة صحية، ما بقاش عمالة أبني في دهن دهن دهن، لأ ده اللي بيبني الكتلة العضلية النشويات المركبة والبروتينات. بدليل إن الناس اللي بتروح الجيم قبل لما تتمرن ولا كده يقولك إيه، قبلها بساعتين ثلاثة خد بطاطساية مهروسة، اشرب مثلا، خد تمر، خد موز، الحاجات اللي دي بنسميها نشويات مركبة، شوية الرز والمكرونة المسلوقين الصغيرين للناس اللي هي عايزة تعمل دايت. طب ليه يا دكتورة ده أنا بعمل دايت وبروح الجيم؟ أقولك لأ، جسمك محتاج عشان يزيد او يخس، الاثنين، يزيد بطريقه طبيعيه او يزيد بطريقه بنسميها صحيه. وعشان انت عايزه تخسي وتحافظي على الكتله العضليه لازم تكوني بتاخدي بروتينات ونشويات مركبه، وكمان هم لشعرك ولبشرتك والكلام ده كله. طب قبل ما اتكلم على الاس بي ميكس انا عايزه اقول نقطه مهمه جدا بتقابلنا كتير جدا، وهي فكره النحافه الموضعيه. ستات كتير بتيجي تقول لنا الاتي، بتقول لنا انا عندي نحافه موضعيه اعمل ايه يا دكتوره؟ هتعملي الاتي، في حبوب كبسولات، كبسولات دي بتحتوي على حاجات طبيعيه، اوعي تروحي لماده هرمونيه، اوعي تروحي تحقني صدرك، بس ممكن تاخذي كبسولات فيها حاجه اسمها زهره الاوركيد، فيها فاكهه البابايا، فيها الشمر، فيها اليانسون، فيها الحلبة، فيها شوية فيتامينات تبني صدرك بطريقة طبيعية، وكمان فيها بروتين عشان الثدي دوت اللي ماسك الثدي، عضلة الشيست نفسها، عضلة الصدر، خلاص القفص الصدري، فانا لازم ابقى بقوي لك العضله بتاعتك بالبروتين، الواي بروتين المدعم بالفيتامينات، ولازم اديكي حاجه طبيعيه بتكبر ثديك. ففي مجموعه اسمها مجموعه تكبير الثدي، او اللي هي البريست انهانسمنت او انلارجمنت، طبيعيه 100% وعليها 50% بالمناسبه، لانها ناس كتير قوي طلبوها، ومعاها كريم فيلر، يعني كريم بالكولاجين اسمه، هو عباره عن بديل للفيلر تحطيه على وشك لو وشك معظم، لو عايزه تشدي الثدي. في ناس بتقولي طب انا مش عايزه اكبر، انا عايزه اشد بس الثدي، في الحاله دي هتاخدي الكولاجين مع الكريم ده. طب عايزه اكبر، انا عندي نحافه موضعيه، دي تندرج تحت اسم النحافه الموضعيه، يبقى كبسولات تكبير الثدي الطبيعيه ومعاها الكريم الكولاجين الفيلر، وبتاخدي الواي بروتين علبتين، علبه وعلبه هديه، وفي برده 50%. طيب الاهم بقى من كل ده، الناس اللي عندها انيميا وعندها نحافه وعندها مشكله مش عايزه
تاكل. احنا النهارده جايبين منتج مصري مرخص من وزاره الصحه، بدات اتكلمت عليه الاسبوع اللي فات، وهو الاس بي ميكس. ايه بقى الاس بي ميكس؟ الاس بي ميكس ده عباره عن خليط من البطاطا الحلوه، هو موجود هنا ممكن نصوره، وكمان جنين القمح. ايه يا دكتوره فكره البطاطا الحلوه وجنين القمح؟ دي النشويات المركبه، وده طبعا منتج من شركه براذر فارما، هو والبرو درينك منتجاتهم ممتازه. طيب بحضره ازاي يا دكتوره؟ على اي حاجه، على ميه ينفع، النهارده انا هحضره على زبادي، تمام؟ على ميه تمام، على عصير تمام، على ايس كريم اوكي، على رز بلبن ومهلبيه، هو باودر. باودر في الاخر بيدوب في اي حاجه، يعني بصوا هتلاقوا هو الكورس على فكره بيجي لكم اربع علب مع من ديت، والناس اللي هتاخد كورس النحافه كله، يعني في كورس نحافه كبير بقى، في الكولاجين وفي كبسولات غذاء ملكات نحل فاتحه للشهيه، وفي الواي بروتين كورس كبير بيكفي 3 شهور، بياخد العلبه دي فور فري، هديه مجانيه. طيب الناس بقى اللي هتطلب كورس الاس بي ميكس اربع علب، لان العلبه بتكفي اسبوع. طيب بعمل ايه يا دكتوره؟ العلبه فيها الكيسين الصغيرين دول، انا باخد في اليوم ثلاث معالق، ثلاث معالق كبار. ممكن اخليها بديل وجبه، يعني ايه؟ يعني ممكن ادوبهم في شويه ميه سخنه، خلاص هي اوريدي فيها التحليه، هي ما فيهاش سكر، فيها التحليه بتاعت البطاطا الحلوه، وعايزه احلي بعسل نحل، ما عنديش مشاكل خالص. تعالوا كده نجرب ونحلي ايه، نحطها على الزبادي اهو، ونحط شويه اس بي ميكس عليه. بصوا معايا. طيب ممكن احضره ازاي كمان؟ ممكن احضره على العصير، ممكن احضره على ميه، ممكن احضره على لبن، على اي حاجه، هو باودر في الاخر عباره عن جنين قمح مع بطاطا حلوه. طيب سؤال بقى بسيط خالص، يا سلام. سؤال بس بسيط خالص يا دكتوره، هو انا لازم كل يوم اخد ثلاث معالق؟ ممكن معلقتين. طيب في سؤال تاني، من عمر كام؟ هتلاقوا مكتوب على العلبه، العلبه طبعا مرخصه من وزاره الصحه، من عمر 6 شهور، تخيلوا، يعني ده بيعتبر بديل لوجبه من عمر 6 شهور، والكلام ده مش كلامي، ده كل اللي دكاتره الاطفال بيريكومند او بينصحوا بالاس بي ميكس. احنا طبعا عارفين الاطفال الصغيرين بنبدا نديهم بطاطا. طب هتقولي لي اخاف على البيبي لا يجي له حساسيه؟ لا، هو جلوتين فري، خالي من الجلوتين. بصوا اداني قوام حلو قوي للزبادي، وادي الوصفه بتاعتي اهي، زبادي مع الاس بي ميكس. عايزه اقول لكم اللي عايز يحلي بعسل نحل ماشي، لو انتم مثلا بتحبوا الحاجه مسكره حبتين ما عنديش مشاكل خالص اهو. نمره 3 في فليفرز منه، يعني في اطعم مختلفه، يعني في بالفانيليا وفي بالشوكولاته وفي بالفراوله، فحضرتك برده ممكن تاخدي متنوع، الاربع علب بتاعتك متنوعه ما فيش مشاكل خالص. احنا بيطلع طبعا لوحده الاربع علب مع بعض، وممكن كمان حضراتكم تطلبوا مجموعه النحافه المتكامله اللي هي الكولاجين 90 كبسوله بتكفي معاكي 3 شهور، وغذاء ملكات النحل، وعلبتين واي بروتين، وبتاخدي كمان علبه فور فري عشان تجربيها، عشان انا عارفه ان انتوا لازم بتكرروها تاني، نتائجه مذهله. خليني اخر جزء من الحلقه هتكلم على السمنه الموضعيه، وهوريكم فيديو. طب ممكن الفيديو؟ معلش. طب قولوا لي قبليها في فيديو بقى، الناس اللي عايزه عشان المكالمه اللي جت. بصوا الورق ده كمان بيجي لكم مع دي وصفات طبيعيه مع الاس بي ميكس، يعني هم عاملين لكم وصفات طبيعيه. ادي الناس اللي عندها سمنه موضعيه، ده جهاز تجميد الدهون او التفتيت عن طريق التبريد او التجميد، بيتعمل مره واحده في الشهر على المنطقه، بيجمد الخليه الدهنيه وبيصغر حجمها، وبتبتدي تطلع بره الجسم عن طريق البول والبراز، فبعتبر ان هو بديل لشفط الدهون. اول شهر 25% من الدهون بتنزل، بعد كده 50%، بعد كده 100% من الدهون. عايزه اقول لكم ان من 6 ل 12 سم نزول في محيط المنطقه اللي بنشتغل عليها كل شهر بيفرق جامد جدا جدا. بعد كده بنعمل حاجه اسمها كافيتيشن، ادي الخليه الدهنيه، هتلاقي في خلايا كده لونها اتغير، دي اتجمدت. طب اتجمدت راحت فين يا دكتوره؟ خرجت كويست برودكت، كفضلات، عن طريق البول والبراز. البول بيبقى لين واحنا بنعمل الجلسات، البراز قصدي، البول بيزيد. كل دي معناها ادي دي الخلايا الاكله اللي بتاكل الخليه المتجمده، دي معناها ان عدد الخلايا الدهنيه بيقل في جسمي. تمام؟ تمام. مع الاس بي ميكس هيجي لنا بس الورق دوت، ده عباره عن وصفات طبيعيه لسموزي، لكب كيك، لجالي بالاناناس، ولشوكولاته زي النوتيلا، شوكولاته سبريد، كل دي حاجات بتتعمل بالاس بي ميكس.